أعزائي الطلبة، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبتدئ الكورس الثاني، محاضرات مادة الحفر المرحلة الرابعة، اللي هو Chapter 4 Directional and Horizontal Drilling، اللي هو معناه الحفر الآبار الاتجاهية أو المتجهة أو المائلة والآبار الأفقية. بالكورس الأول كنا نحكي على حفر الآبار العمودية، الآن هذا الكورس راح ناخذه لحفر الآبار المائلة والهوريزنتال الأفقية، واللي هي أسه حاليا أكثر الحقول النفطية تحفر بهذا الشكل. يعتبر الحفر العمودي أصبح من القديم. فنبدأ بالتعريف، الديفينيشن، تعريف الدايركشنال دريلينج حسب الاي بي اي، الانستيتيو بتروليوم انستيتيو او امريكان بتروليوم انستيتيو، ديفاين دايركشنال دريلينج الحفر الاتجاهي از ذا ارت اند ساينس، يعني هو فن وعلم involving the international deflection، يتضمن هو الانحراف deflection of a wellbore البئر in a specific direction في اتجاه معين. إذن هو معناه هو فن أولا، وثانيا علم يمثل لنا الانحراف في البئر في اتجاه معين in order to a predetermined objective below the surface order، حتى نوصل إلى هدف محدد داخل الأرض أو داخل المكمن النفطي. هذا تعريف الدايركشنال. طبعا والهوريزنتال هو يكون الحفر أفقي، واضح أفقي. دايركشنال بزاوية معينة، زاوية معينة، والأفقي بزاوية أفقية 90 درجة. ليش صار هذا الحفر بهذا الاتجاه اللي هو uses of directional drilling، الاتجاه الآبار الاتجاهية أو المائلة؟ أولا يعني الأسباب اللي حدث لأنه نحول من الحفر العمودي إلى الحفر المائل أو الأفقي. أولا أي side tracking، بمعنى تغيير الاتجاه أو تغيير الحفر، اتجاه الحفر is one of the primary use، يعني أحد الاستخدامات الأساسية للدايركشنال دريلينج هو السايد تراكينج. السايد تراكينج شنو معناه؟ is an operation، هي عملية which deflect the borehole، يعني اتجاه البورهول من العمودي، نحول اتجاهه by starting a new hole at any point، يعني نبدي نحفر بئر مجاور أو جديد عند أي نقطة above the bottom of the old hole as shown in figure، كما موضح شنو عندكم بالشكل هذا. عندنا هذا البئر العمودي، بعدين صارت عندنا هنا مشكلة بسبب من الأسباب، كان يكون منطقة صلبة، اكو فولتس، اكو يعني شقوق كثيرة، مشاكل بالحفر، فنحول هنا نسوي هذا المنقط اللي يسموه سايد تراك، ايضا هو حفر عمودي بس باتجاه مجاور. هاي السبب الاول لاستخدام الحفر المائل. الأسباب، the primary reason for side tracking، ليش احنا نسوي side tracking، are to bypass a fish which has been lost in the hole، هاي حتى نعبر أو نتخلص من معدات حديدية وقعت داخل البئر، واضح؟ بعد ما نقدر نستمر بالحفر بالاتجاه المعتاد، فنروح على اليمن على نسوي هذا التعبير. كما يقولون تعبيرا، لأن أسماء الفش يعني أشياء حديدية
كان يكون جزء من الكاسينج، كان يكون البيت، يعني بحيث انه ما نقدر احنا نجي نكمل الحفر فنروح شوية باتجاه اخر. 2 The bottom of the hole can interest producing formation at a more favorable position such as up deep above all water contact. الثاني شيء انه ممكن احنا حتى نحصل او نروح على يعني غير المكان الحفر حتى نوصل للطبقة المنتجة بمكان افضل، واضح؟ مثل شنو؟ as update above oil water contact، حتى شنو عندنا update يعني معنى بالاتجاه الاعلى للاتجاه ميل الفورميشن ونكون فوق الاويل ووتر كونتاكت، فنروح على الاويل ووتر كونتاكت فوق حتى ننتج فقط شنو نفط وننتج مع وياه. اذا نستمر بالحفر احتمال نوصل ندخل بالاسفل الداون ديب مع الاويل ووتر كونتاكت وبالتالي ننتج مي ويا النفط، وهذا طبعا غير محبب. 3 to elevate a problem as with water or gas point، حتى نتخلص من مشاكل الووتر والجاز كونينج، يعني الجاز بني يعني تاخذون بالانتاج الجاز كونينج ووتر انه يكون دخول سريع للماء والغاز ويا انتاج النفط، واضح؟ يسمون جاز كونينج يعني الماء والغاز يعفر النفط ويبدا البير ينتج ماء او جاز بدون نفط. هذا من الاسباب اللي عندنا ليس اسباب السايد فراكنج. السبب الرابع انه ان اولد ويل تو موف ذا لوكيشن اوف ذا بوتم اوف ذا هول فروم ا ديبليتد بورشن اوف ذا ريزرفوار، انه شنو لتحويل البئر من طبقه زون اصبحت ديبليتد يعني اصبحت ديبليتد الطبقة الناضبة من المكمن وروح عليكم السلام. في طبقة أخرى طبقة منتجة مثل cross a fault or permeable line، نعبر الفولت الفارق أو حاجز لعدم وجود حاجز للبيرميبلتي النفاذية. 5 an exploration work can lead to a better geologic understanding كمل عن النقطة الخامسة عن exploration work can lead to a better geologic understanding of an area as shown in figure 1-2. ممكن يكون نسوي بئر استكشافي حتى نحصل على معلومات جيولوجية للمنطقة مثل ما موضح بالشكل 1-2 هنا. عندنا سوينا هاي سايد تراكنج مجموعة، هنا سايد تراكنج، هنا سايد تراكنج حتى نحصل وين مثلا يوجد النفط، وين هنا عندنا الفولت او اي شيء اخر. 6 more economical than multiple exploration wells if the upper portion of the well is expensive to them، يعني هو يصبح اكثر اقتصاديا حتى يعني ما نحتاج الى نحفر مجموعة ابار استكشافية وتصبح مكلفة، فنستخدم السايد تراكنج
حسب أيضا الفقرة 5 نقدر نحصل على معلومات جيولوجية للمنطقة من بئر واحد بس يصير من الأسفل عندنا سايد تراكينج مثل ما هو موضح في الشكل الثاني. السايد تراك كان بي ايذر بليند اور اورينتد، يعني السايد تراكينج اما يكون مغلق او يعني عمودي، ايضا يكون عمودي بس هو باتجاه مجاور للبئر من النقطة اللي احنا نريد نسوي لها نسوي بها سايد تراكينج، او ابلاين سايد تراكينج ذا دايركشن اوف ذا سايد تراك از نوت سبيسيفايد، يعني غير محدد and is not considered a directional well، هو يبقى عمودي ما يعتبر اتجاهي، واذا متجه فهذا نسميه سايد تراكينج اتجاه. In either case a deflecting tool is used to drill out the old hole and start to a new hole. عندنا نوع من المعدات اللي هي نسميها معدات الانحراف للحفر، وهي تستخدم تحول من الاولد هول وتبدي لنا النيو هول الجديد. Straight hole drilling is a special case of directional drilling where an attempt احيانا يعني نوع من انواع الابار يسموه straight hole drilling، يعني الحفر المستقيم. Is a special هو يعتبر حالة خاصة من directional drilling where an attempt is made to keep the hole vertical، محاولة انه يبقى شنو البئر عمودي بس باتجاه بس يعني شفت معين من البئر الرئيسي. Some reason for wanting to keep the hole vertical، يعني الاسباب انه تبقي لنا البئر عمودي R، يعني ما نروح للسايد تراك نقطة التحول مالتنا للبئر ايضا نحول الى العمودي ما نروح على الاتجاهي. R الاسباب to keep from crossing these lines، انه حتى ما نروح على نقاط او خطوط المسموح بها في الاستثمار بالمنطقة بمنطقة الحفر يعني او منطقة الحقل، لان هناك يعني اكو حدود للمقاطعات، وبالتالي حتى ما نروح نعبر على المقاطعات الاخرى يصير بها اشكالات قانونية. Need to stay within the specification of a drilling contract، ايضا ضمن المقاولة الحفر حتى نبقى ضمنها ضمن المحدد وضمن الكونتراكت مالتنا للحفر وما نتعداها حتى ما نقع في المشاكل القانونية. To stay within the well spacing requirement in the develop field، حتى ايضا نبقى ضمن شنو المسافات البينية بين بئر وبئر من الآبار الحقول التطويرية محسوبة انه المسافات بين بئر وبئر اللي نحفرها، فحتى ضمن الرينج وضمن المسافات المعقولة. يبقى هذا ضمن الأسباب الثلاثة انه نستمر بالحفر العمودي بس سايد تراكينج. Situation is good for control directional drilling R، يعني المواضع اللي احنا نستخدمها او situation الحالات اللي تستخدم للسيطرة على الدايركشنال درينج حفر الاتجاهي. R drilling multiple wells from an artificial structure such as offshore platform drilling pad as shown in figure 1-4، يعني انت عندك منصة وحدة مثل اللي هي بالبحر او طوافات، وهذا ممكن انه تبدي تحفر عدة ابار اتجاهية بمنصة واحدة او جهاز حفر واحد شلون فيجر 1-4 مثل ما هو
figure 1-4. هنا هذا، فانت عندك منصة واحدة هذه تقدر تحفر مجموعة من الآبار، 1 2 3 كلها آبار اتجاهية ودايركشنال دريلينج. اثنين، drilling multiple sand with a single wellbore as shown in figure 1-5. ممكن انه عندنا مجموعة من الطبقات المنتجة من الساندستون ممكن نحفرها ببئر واحد as shown in figure 1-5. هذا ال 1-5 هنا، هذا ال 1-5 هنا، هذا هو ال 1-5. إذا مجموعة من الفورميشن المنتجة ممكن نخترقها ببئر واحد. ثلاثة، when the deposit lie under an accessible location such as towns, rivers, mountains as shown in figure 1. أيضا ممكن إنه إحنا نروح بالاتجاه مائل حتى تكون المكمن يكون تحت مدينة أو تحت أنهار أو جبال، ممكن أنه نروح له بالاتجاه المائل ونصل إلى الطبقة المنتجة وننتج من عندها بدون التأثير لا على نجي نفلش المدينة أو نسد النهر أو ندمر الجبل، وكلها كلها ممكن نتخلص منها حفر الاتجاهي او المال. Fault drilling as shown in figure 1-7. عندك fault، فالق معين، فانت تقدر تتجاوز هذا الفالق باستخدام الدايركشنال drilling كما هو بالفيجر 1-7. فيجر 1-7 شوفه هنا، لان الفيجرات شوي رايحة تجي ورا. اي هذا مثلا عندنا هاي المدينة، هنا هاي مدينة وبناء، فجينا بالحقل النفطي والفورميشن منتجة تحت المدينة، فجينا هنا باتجاه مائل واستغلينا الحقل. هنا عندنا فولت مثلا، هذا الفولت، هذا الفالق فاصل بين هاي الطبقة اللي تحتوي على المكمن وهاي الطبقة الفارغة، فممكن احنا إذا نجي نحفر عمودي راح نروح على الفارغة بالاتجاه، فإذا هنا نحول على الاتجاه نروح دايركت مباشرة على الطبقة المنتجة وننتج من عندها بدون ما أروح، إذا عمودي ما راح أروح على الطبقة المنتجة. هذه يعني كلها أسباب لاستخدام أو التحويل من الحفر العمودي إلى الحفر المائل أو الاتجاهي. الخمسة، drilling the intrusion of salt domes figure 1. يعني هنا حفر الحفر خلال الاختراق للقباب الملحية، القباب الملحية. وستة، highly specialized application for directional drilling is the relief well. وأيضا استخدام مهم جدا وخاص للآبار directional drilling is relief well، آبار نسميها المساعدة أو الآبار اللي نستخدمها في إطفاء الآبار اللي يصير بها blowout preventer، يصير بها blowout انفجار، فممكن انه احنا نسيطر على الحريق ونسيطر على البئر وما نخسر النفط الخام في استخدام الريليف ويلز as shown in figure 1-9.
والسابعا هو الهوريزونتال دريلينج از انذر ابلكيشن اوف دايركشن. يعني هو الهوريزونتال يعتبر التطبيق ثاني المن للدايركشنال دريلينج اند از يوز ويستخدم تو انكريز ذا برودكتيفيتي اوف فيريوس فورميشن. يعني الهوريزونتال دريلينج ممكن تمد البئر افقي وبالتالي انت تقدر تنتج من مساحة كبيرة من الحقل او الفورميشن اللي تحتوي على النفط الخام. 8 to drill multilateral wells which are directional wells drilled from apparent well as shown. ممكن انه نعدد مجموعة يعني من نحفر آبار متعددة باستخدام البئر العمودي الواحد حتى نزيد من إنتاجية المكمن. طبعا هذا فيجر، هسه نشوف الفيجرات اللي حكينا عليهم. قلنا هاي للفولت، هاي للتعدد، هاي تحت المدينة. هذا إذا عندنا فولت هنا شلون نستخدمه. هنا عندنا هاي السولت دوم، هذا عبارة عن سولت دوم فالقباب ملحية هاي بالطبقات الأرضية. فاحنا هنا إذا نجي نقول البئر العمودي شوف يروح وين؟ بالاوت، ما يجي على المكمن النفطي. هنا ايضا العمودي وين يروح؟ يروح اوت. فهنا نسوي دايركشنال دريلينج، دائما هنا هاي تعتبر مناطق مكمنيه في اسفل القباب الملحيه، ممكن احنا نستخرج منها النفط بالحفر المائل. هنا عندنا ريليف فالف، هذا ريليف فالف هذا او الويل، هذا ريليف ويل. هذا عندنا البئر العمودي صار به شنو بلو اوت انفجر، فاحنا شو نسوي من فد مسافه يعني معينه محدده نحفر هذا البئر المائل حتى نوصل للمكمن. وها طبعا نسيطر عليه من هنا نغلقه هذا ينتهي هذا البئر وننتج بالبئر المائل. هذا نسميه ريليف ويل واللي هو نستخدمه في اطفاء حرائق الابار النفطيه. هذا هنا الهوريزونتال دريلينج، هذا شوف هنا البئر العمودي وبعدين نجي نروح على هاي المنطقه ننتجها شنو بشكل افقي. فشوف هنا طبعا هاي كل هاي المنطقه هي معرضه للانتاج، هذا كل هاي المنطقه. فهنا راح ننتج بكميات كبيره وبشكل اكبر مما في حاله البئر العمودي اللي هو راح لو ننزله هنا يصير بالبوينت هنا فقط، بوينت هنا بالانتاج، بينما هنا الافقي راح ننتج من كل هاي المساحه المحدده. هذه الاسباب. هنا عندك هنا البلاتفورم، هذا عندنا ساحل البحر مثلا، وهذا عندنا بلاتفورم، وهذا جهاز الحفر. فهنا ممكن نحفر مجموعة من الآبار بجهاز حفر واحد وبمنصة واحدة. هذا بئر، هذا بئر، هذا هنا عندنا سايد تراكينج، هذا أيضا بئر. فهنا مالتي لاترال وولز اللي احنا ننتج بها الآبار. تايب اوف دايركشنال دريلينج، أنواع الدايركشنال ويلز، الآبار، أنواع الآبار الاتجاهية. There are four basic types of directional wells. أربعة أنواع حسب الشكل مال هاي مرتبة حسب الشكل مال البئر. التايب 1 well is often called a build and hold. يسموه هذا النوع الأول build and hold. يعني أنت البيلد تروح بزاوية معينة وتثبت هذه الزاوية إلى أن توصل للطبقة المنتجة. The well is drilled vertically from the surface. يعني هنا الحفر هو عموديا اساسا الى نقطة نسميها kick off point، نقطة الانحراف او التحول، at relatively shallow depth، يعني في اعماق ليست عميقة. At that point the well is speedily and smoothly deflected، راح يروح انحراف منتظم وبشكل ناعم او بسيط زاوية معينة until a maximum angle and the desired direction as shown in figure 1. يعني الانحراف بزاوية معينة ونبدأ نزيدها إلى نوصل بالاتجاه المطلوب حتى نوصل للمكمن كما هو موضح بالشكل
هذا 1.14. فهنا هاي الكيك اوف بوينت هنا، فروح طبعا راح نحول بهذا الاتجاه، هذا طبعا تقريبا افقي، زاوية محددة هاي الزاوية، وروح عليها الى ان التارجت هنا، التارجت هذا طبعا التارجت اللي سجلت من الفرق بين العمودي والافقي. واضح؟ هنا عندنا النوع الثاني اللي هو نسميه الاس شيب تايب 2 well is often called S curve، يعني كأنما حرف الاس. It is similar to type 1 نفسه، the angle and direction are maintained، يعني الاتجاه يثبت وزاوية الانحراف او الاتجاه لعمق معين، and horizontal departure has been reached as shown in figure 1. horizontal departure هي المسافة الافقية بين الاتجاه العمودي والاتجاه المائل. هذا هو الاس شيب، هذا هو الاس شيب. فاحنا هنا راح ننحرف وبعدين ننزل الى هنا. هذا الاس شيب طبعا نستمر هنا، بعدين نجي هنا ممكن نرجع الى شنو، حفر عمودي بهذا السكشن، هذا vertical section، وهذا هو الهوريزونتال ديبارتشر، فرق بين هذا النقطة هنا ونقطة التارجت هنا، هذا نسميه الاس كيرف، انحراف بزاوية معينة وتثبت هذا. النوع الثالث تايب 3 well is a continuous build to gun target، يعني هنا نستمر في زيادة الزاوية إلى أن نوصل إلى التارجت. It's similar to type 1 with except that the kick off point as at deeper depth. هنا الكيك اوف بوينت مثل الفائل يعني النوع الأول، بس الكيك اوف بوينت نقطة الانحراف تكون عميقة قريبة جدا من المكمن. The well is reflected as the kick off point and inclination is continually build through the target interval as shown in figure 16. هذا هو هنا، هذا هنا الكيك اوف بوينت كلش عميقة قريبة من المكمن، بالتالي روح بالزاوية المطلوبة الى هنا، كل حفر مائل الى ان نوصل للتارجت، وصل للتارجت. طبعا هنا زيادة بالبلد انجل ولا الاتجاه ثابت، بس التغير بالبلد انجل باستمرار. الرابع، النوع الرابع اللي هو التايب اي في ويل، هو از هوريزونتال اور اسنتيك، يسموها ريتش ويل، اما افقية او ابار يعني ممتدة. They have high inclination and large horizontal departure. Inclination مالها يكون عالي والديبارتشر مالها افقي وايضا كبير. Horizontal one with high inclination greater than 18%. الانكليشن مالها الميل بالزاوية اكثر من 80 درجة، فنسميها افقية، اللي هو هذا بالشكل هذا. هاي هنا الكيك اوف بوينت، وبعدين نروح المقطع كله هذا افقي وهذا الديبارتشر مالتنا. سيرفي كالكوليشن خليها على المحاضرة القادمة.